يقول السائل: حج جماعة من كبار السن قبل سنوات عديدة واشتركوا في شاة واحدة للهدي، فهل يجزي ذلك؟ وإذا كان لا يجزي ذلك فماذا عليهم الآن، خاصة وهم في بلادهم؟ نرجو منكم بيان ذلك وجزاكم الله خيرا. الهدي باقي في ذمتهم، الهدي باقي دين في ذمة كل واحد منهم، فعليهم كل واحد أنه يذبح شاة قضاء لما فاته في حجه، يذبحها قضاء في مكة، ما يذبحها في بلده، يذبحها في مكة لأنها باقية في ذمته. وإن كان لا يستطيع لفقره إنه يصوم 10 أيام في أي مكان، في بلده أو غيره، يصوم الصيام يجوز في كل مكان، أما الذبح فلا بد أن يكون في مكة. نعم. الحاصل أنه باق عليهم الهدي باق على كل واحد منهم. نعم.